الفيديو اللي انتوا هتشوفوه انا مصوره امبارح هو استفسار بس بسيط يعني من الفانز، يعني واضح ان في قلة تفاعل بسبب اي موضوع ليه علاقة باللي بيحصل. فبرجاء ان احنا ايه نتفاعل مع البوست، دوسوا لايك، شيروه الى اخره، يعني بس عشان الالجوريثم بس يظبط شوية. انا لسه جالي او مش لسه جالي، انا شفت تعليقات كل الفيديو اللي فات وعلمت ان التبرعات ما بتوصلش اصلا. فانا عندي استفسار ويعني اتمنى ان الناس اللي بدعي منهم استفسار يعني ما يغضبوش مني، يعني عشان انا اعتبروني واحد جاهل في سياسات العالم، عايش في كندا ملتهي بكمال اجسام وحاجات عبيطة كده، فاهم، يوتيوب وبتاع، انا ما بفهمش. بس واضح ان السوشيال ميديا مش جايب نتيجة يعني. يعني حتى الانستجرام بيعمل حذف على البوستات وبيقلل الريتش، والعملية يعني حبس، يعني مش حبس بمعنى كلمة انت تروح السجن، بس حبس على السوشيال ميديا يعني على الكلام بتاعنا يعني. واضح ان العملية مش شغالة. اوكي، في مظاهرات بتحصل بس المظاهرات دي مش شغالة، وفي الاول وفي الاخر المية والاكل، وواضح دلوقتي ان الفلوس كل حاجة مقطوعة عن الناس دي. فيعني احنا دلوقتي وصلنا لمرحلة ان احنا بنشوف ناس بتغتصب قدامنا وواقفين بنتفرج، فاهم؟ فانا الموضوع مش مستوعبه خالص. الموضوع يعني انا بقفل عيني وبشوف عيال بتموت، بنام بشوف عيال بتموت. مش يعني حالي اليومي مش طبيعي يعني، او مش طبيعي لاي حد يعني، فاهم؟ انا اصلا بص احنا مش حيوانات يعني، فاهم؟ فانا الاستفسار بتاعي هو الدول اللي هي معاها فلوس العربية يعني، وانا برضو مش بنتقد اي حكومة او اي حاجة، انا بستفسر من المعجبين والناس اللي بتابعني. ماشي، انا واحد كندا ما بيفهمش في حاجة وبس بسأل يعني، بس عادي يعني، لان حتى لما عملنا بوستات ما فيش حاجة، المظاهرات ما بتعملش حاجة، حتى الاعلام اللي هو حن شوية في الغرب مش جايب نتيجة خالص يعني. فواضح ان مفيش حاجة نافعة اخر يعني، والناس دي هتتكوي قدام عينينا يعني، وبيتكوا وبقيتهم هيتكوا خلاص. اوكي، السؤال هو يعني هل في سبب ان الدول اللي هي عندها علاقات كويسة مع امريكا وعندها فلوس، هل في سبب ان هم مش بيقولوا حاجة مثلا، او مش بيقولوا يا استاذ امريكا بس خف الفشخ بس في الناس يعني، المؤاخذة في اللفظ يعني، خف النيك في الناس يعني، فاهم؟ الأطفال بس، سيب الأطفال والستات، اقتل الرجالة بس سيب الأطفال والستات مثلا يعني، مثلا أي حاجة يعني، فاهم؟ أي حاجة خالص، أنا بس بستفسر عايز أفهم. فلوس طيب يعني، ماشي ما شاء الله تبارك الله، بنبني مدن اللي هي الإزاز دي اللي عامل زي الخابور الطويل ده، وبعبيص طالعة في السماء وكل حاجة تمام ماشي. طب الفلوس دي بقى هل مثلا في مثلا شوية منها ايه تروح مثلا تعمل حاجة للناس دي، او توقف حاجة مثلا، او من الناس بسأل هل في سبب ان دول ما بتقولش حاجة؟ يمكن في فعلا سبب وانا مش عارفه. انا دايما على قد ما اقدر بحاول استوعب بالفكر بتاعي، بالفكر مش العواطف، ولكن حتى الفكر لمؤاخذة في اللفظ دلوقتي متناك في أفكاره، فاهم؟ يعني لو واحد عايش في بالعواطف يعني فاهم هيعمل ايه بقى، يقعد تقعد تنزل بوستات كل ساعة بقى ومش هتجيب نتيجة أصلا يعني. بس حتى المخ دلوقتي، طيب ماشي، المخ دلوقتي مفشوخ يعني، الصور دي والعيال اللي بتموت وكده، يعني ايه يعني ايه اللي هيحصل؟ بس عشان ايه؟ على الأقل نظبط توقعاتنا.
نظبط توقع. ايه التوقعات؟ الناس دي كلها هتموت يعني؟ المليون او الاتنين مليون واحد هيموتوا خلاص عشان بس ايه نجهز نبقى متوقعين اوكي كل دول هيموتوا وهنشوفهم بيموتوا عشان نجهز برضو فاهم يعني. خلاص الايام اللي جاية انا هعمل حسابي وان انا اجهز نفسي عقليتي يعني، واحنا كلنا نجهز عقلياتنا كده ان في 2 مليون بني ادم ملوش اي علاقه بمواطنين عاديين هيموتوا هيتذبحوا قدامنا. اصل انا ما مرش عليا حاجه زي كده وانا ممكن اقول ان انا متناقض مع نفسي، لان اكيد الحاجات دي حصلت في افريقيا كتير، في كونغو وبلاد نيجيريا الذبح اللي كان بيحصل، والصين برضو كان بيحصل ذبح كتير فاهم. بس يمكن لان ايه، معش كده انا بقول لك انا متناقض يا سيدي وحمار، يمكن عشان عرب يعني زينا فاهم. يمكن النيجيريين ولا الكونغويين ممكن ما كانش عندهم اخوات فاهم، هم كل واحد لوحده هناك في افريقيا يعني. نفس الحاجه في الصين، الصين هي اللي ماسكه البلد ماسكه كل المدن فتعمل اللي هي عايزاه ومفيش حد يقدر يقول لها حاجه. ولكن احنا كعرب، في عرب دول عربية كتير جدا معانا فلوس، هل مش هنعمل حاجة؟ ولا يمكن هل مثلا انا فلسطين مثلا مش عرب مثلا، مش مسلمين مش مسيحيين مثلا زينا ولا ايه؟ مش فاهم. ولا روح الفلسطيني ارخص بكتير عشان بس استوعب يعني. انا مش بعمل الفيديو ده ان انا مش بدعي من اي حكومة اي حاجة، انا بسأل الفانز بتوعي واللي بيتفرجوا على قنوات اليوتيوب بتاعتي ليه مفيش اي حاجة بتحصل يعني. ليه احنا كعالم يعني مش عارف اقول لك ايه بصراحة. موضوع غريب غريب نيك يعني. حتى انا يعني الفيديوهات دي كلها ملهاش اي لازمة، بس عشان تبقى فاهم يعني. ما انا عارف كده يعني عشان ما تكتبليش برضو ايه، انا عارف ان الفيديوهات دي ملهاش اي لازمه، ما بتعملش اي حاجه، وعارف ان الفيديو اللي فات ملوش اي لازمه، والبوست اللي عملته ملوش اي لازمه، وان انا اعرف الكنديين هنا اللي بيحصل ملوش اي لازمه برضو فاهم. الناس كلها عارفه على فكره، بس عشان تبقى فاهم. الناس اللي عارفين عارفين، عشان بس اريحك، بس عشان اجيب لك الخلاصه من الاخر. الناس عارفه اللي بيحصل بس محدش بيعمل حاجه. فانا استفساري كله بالفيديو ده، هل نجهز توقعاتنا ان 2 مليون واحد هيموت ولا لا؟